أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات برج العذراء اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 11 أيلول 11/9/2023. مش هتحس بالملل في اليوم ده، هتلاقي طريقة تنشئ بيها آلاف الحاجات عشان تقوم بيها حتى لو كانت تافهة بالنسبة ليك. في شعور بالتعب بيعيق أنشطتك، والإجابة هتلاقيها على ترابيزة الأكل. عندك نقص في الفيتامينات وهذا أيضا سبب بالنسبة ليك. هتبدأ من جديد على أرض أكتر صلابة مع شخص من حواليك، هتبقى نفسك أكتر. عندك مكالمة هاتفية هتظهر أو رسالة بترفع من معنوياتك وبتختفي كل العوائق من مجالاتك العاطفية. هتبقى قادر عشان تطلق العنان لكل دوافعك. في تعاون مع شخص جديد ممكن يبقى بينهي بيه مشروع مربح جدا. الشخص ده هيبقى موجود وهيدور عنك. ما تزال الحاجات اللي قدامك النهاردة اللي انت بتقوم بيها هتقوم بيها في مستقبلك. هتشتغل على جبهة العلاقة وده محور اهتمامك حتى لو كنت مشغول. توقعات العشرية الأولى، السماء هتقويك وهتقوي قوتك الإبداعية، هتخليك بترغب في أنك تكشف عن نفسك أكتر وترفع التقدير. في اعتراف موجه جميل جدا من الطاقة والإبداع، هتبتدي تتكسر أكتر. توقعات العشرية التانية، هتتطور في مناخ مليان بالحيوية والنشاطات. عندك مبادرات جديدة، عقود جديدة فيها مشاريع وشراكات جديدة، كل حاجة ممكنة في الوقت ده بشرط أنك ما تستسلمش لاندفاعك. توقعات العشرية الثالثة، بيمنحك المناخ النجمي جرعة حلوة من الحماس والديناميكية عشان تتقدم أكتر وتقوم بمبادرات. مع كل ده ما تحاولش أنك تمشي بسرعة كبيرة، هتعمل كل الحاجات دي في وقت واحد لأنك ممكن تبقى بترتكب شوية أخطاء فيها. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيقضي القمر يومه في برج الأسد المنتهي. ولايته في الفترة دي هنبقى حنونين جريئين فخورين. مع كل ده هيبقى فيه تحمسية بتشير لبعض التردد في الثقة. هنشك في دليلنا الداخلي وهنواجه مواقف هيبدو انها بتختبر نقاط ضعفنا من خلالها. ممكن يحصل بعض التردد وهيبقى فيه تعبير عن الذات متقطع وغير طبيعي في بعض الأماكن. ممكن نحس بالذنب لعدم التعامل مع المشكلات بشكل مباشر. مع كل ده يبقى في محاولات ندير بيها الشك والشعور بالذنب اللي ممكن يبقى بيساعدنا عشان نمهد الطريق قدام الفرص اللي عندنا. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.